بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. الباميه عندنا في مصر معروفه طبعا، باميه باللحمه او باميه بالصلصه، باميه طاجن باللحمه المفرومه، باميه بالصلصه والليمون متسبكه. لكن يعني انا من عشاق الباميه الصراحه، فبحبها جدا جدا ويكا، بحبها جدا جدا بالليمون، وبحبها قوي قوي بالكاري. انا عارفه انكم ممكن تستغربوا شويه، بس ساعات الواحد بيبقى عايز يغير، يعني بيحب الحاجه ومش عايز ياكلها بنفس الطريقه كل مره. فلو جربتوا الباميه اللي بالكاري دي مش هتندموا. الباميه اللي بالكاري تقدروا تاكلوها مع رز ابيض، تقدروا تاكلوها مع عيش، تقدروا تاكلوها سخنه، وتقدروا تاكلوها بارده كنوع من انواع المقبلات او السلطات. وحقيقي بتبقى لطيفه جدا جدا، لو جربتوها هتعجبكم انا متاكده. عشان نعمل الباميه بالكاري احنا محتاجين باميه، قدامكم حل من الاثنين، يا اما تكون طازه وتدوها نص سلقه بميه فيها ملح وليمون وطلعوها على ميه بتلج، يا اما اصلا تستخدموا الباميه الفروزن او المجمده، لان هي اصلا كده كده بتكون مسلوقه. الخضروات الفروزن ما تفكهاش تاني، الخضروات الفروزن ما تفكهاش، سواء انتوا اللي مخزنينها في الفريزر او جايبينها مجمده من السوبر ماركت، ما تفكهاش، لان الخضروات لما بتتفك بتغير من قوامها، طعمها، فايدتها ولونها. نزلوها على الصوص او الحله مجمده، تمام؟ يعني ممكن تطلعوها تهدى 5 دقائق 10 دقائق، لكن تحتفظ بالتجميد بتاعها. عندنا بقى بامية خلاص مجمدة أو مسلوقة زي ما اتفقنا، بصل مفروم، ثوم مفروم، مرقة، المرقة هنا لحمة أو فراخ أو خضار أو مية سخنة، ملح وفلفل، كاري وليمون. وللتقديم عيش بلدي. الصراحة الوصفات اللي هي بالشكل ده أنا بحب أكلها بالعيش، هو عامة أنا حتى البامية اللي باللحمة بحب أكلها بالعيش برضو، ولكن طبعا ينفع رز أبيض، رز بالشعرية، مش هتقول لأ خالص يا جماعة. عندي بقى هنا الووك سخنة، بسم الله. أنا بحب في الوصفة دي زيت الزيتون، لكن لو مش متوفر نستخدم زيت الذرة عادي خالص، ولأ ما انصحش خالص بزبدة أو سمنة في الوصفة دي. ادي الزيت، الووك سخن اصلا، بسم الله. بصل، اصفر، اديله الثوم، اصفر، اتبلهم، ملح، فلفل اسود، كاري، شميت ريحة الكاري، البامية، لازم التشويحة دي، لازم لازم بامية، يبقى لازم ليمون، مش بس عشان النكهة بتبقى تحفة مع الثوم والليمون، ولكن كمان عشان التمغيطة اللي بتكون موجودة في البامية. انا هنا بقى مش محتاجه سائل يعني كتير، لان مش هعملها شوربه، انا عايزه سائل يعمل لي صوص. فدي كوبايه من الشوربه او الميه، يا دوبك تعمل لي صوص غلوه وشكرا. هتعملوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. نتكلم شويه عن الكاري بقى، عشان انا بيجي لي اسئله وملحوظات عليه كتير جدا جدا. تابل الكاري هو طبعا تابل يعني الأشهر في الهند، وكل ما هتجيبوه طازة من مكان موثوق فيه، كل ما هتاخدوا نكهة ولون حلوين جدا جدا جدا. رقم 2، الكاري من الحاجات اللي بتمرر لو كترناها، خاصة طبعا لو كان نوعه حلو فتمريرته هتبقى شديدة جدا، فنخلي بالنا من الكمية اللي بنستخدمها.
طيب ناس تقول لي انا بجيب الكاري يا اميره بحس ان هو زي التراب، لا له ريحه ولا طعم ولا اي حاجه خالص، وبيبوظ لي الحاجه وما بيبقاش نكهته حلوه، يا اما حلو قوي قوي وبيمرر. خلاص حلو قوي قوي وبيمرر، احنا اتفقنا ان احنا مش هنزوده. اما بقى لو جبته الكاري وحسيته ان هو تراب يبقى ده نوع سيء. فإن كان النوع بتاع الكاري بتاعكو سيء يبقى بنغير المصدر على طول. طيب مش هنقدر ان احنا نجيب كل مرة وناخد ريسك انه يطلع كويس او يطلع وحش، يبقى بجيب اقل كمية ممكنة، اقل كمية ممكنة 50 جرام اجربهم حلو اروح اجيب، جبت اشيل في الفريزر استخدم بحذر. فنخلي بالنا يا جماعة ان المصدر مهم جدا جدا، الكمية مهمة جدا جدا، انه يكون طازة وفرش وموثوق فيه مهم جدا جدا، لانه انا عملت الوصفة هنا كده وطلعت تحفة، او انت جيتي كلتيها عندي وطلعت تحفة، اديتك الوصفة روحتي عملتيها جبتي مكونات مش قد كده، فاكيد الوصفة مش هتطلع حلوة، مش احنا خنصرنا حاجة ولا احنا اديناكوا وصفة اي كلام، لا، لكن المكونات مهمة مهمة مهمة. انا بالنسبة لي كده خلاص، لان البامية لما بتكون فروزن بتكون نص سوا، وانا مستخدمة بامية صغيرة فمش عايزاها تتهري، فهي كده بالنسبة لي حلوة جدا جدا جدا. واذا وجد عندكم كزبرة خضراء بره النار، ودول عودين كزبره بالظبط ورق بس من غير عيدان، هتدي طعم حلو جدا 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 معاها جدا. احيانا كمان بضيف لها لبن جوز الهند او كريمه جوز الهند، بس شويه صغيرين قوي، يعني على الكميه دي ربع كوبايه، بتديها نكهه فظيعه فظيعه فظيعه، بالذات لحبايبي النباتيين بقى اللي الوصفات دي يقدروا كل مره يعملوها بشكل، بتبقى حلوه قوي قوي معاها كريمه جوز الهند او لبن جوز الهند. كده احنا عملنا الباميه اللي بالكاري، اتكلمنا عن الكاري شويه باستفاضه، لان الحقيقه التعليق ده دايما يا اما بيجي لي انا يعني دايركت، يا اما اشوفه على الجروبات، ده انا خدت الوصفه من فلانه الفلانيه، مش شرط تكون انا طبعا، وعملتها والوصفه اترمت. ممكن حد يكون مش موافق في وصفه من الوصفات، بتحصل، ممكن يكون اختلاف اذواق، ممكن جدا. واحيانا ومعظم الاحيان بتكون يا اما الخطوات ما التزمناش بيها قوي، ما التزمناش بالموازين قوي لو هي حاجه بتتوزن، او المكونات يا جماعة، فالوصفة تروح بيكوا في حتة تانية خالص بنكهة تانية مخززة مثلا او حاجة ملهاش طبعا علاقة بالوصفة خالص. وقتكم ايه حبايبي؟ ناخد بس الطبق اللي هنغرف فيه. بعدين هنبتدي نقلب هنا كده هوت، عشان انا عايزة الكزبرة دي تفضل خضرة وتدي بقى النكهة بتاعتها جوه البامية. عايزة ادوق. عايزه ادوق الاول الصراحه. لا رائعه رائعه، ومش ناقصها حاجه، ولمونها كتير ومززه، وانا بحبها كده الصراحه. طبعا تقدروا تتحكموا في كميه الليمون براحتكم خالص، لان في ناس ما تحبش يعني نكهه الليمون تبقى ظاهره قوي او مززه قوي او كده، بس انا مش يعني، انا بالنسبه لي بحبها في المطلق ومع الباميه بالذات. شوية بقى من الكزبرة الخضراء هنا كده للزينة. عيش بلدي ده اختياري، لكن انتوا ممكن زي ما قلت لكم رز ابيض، رز بسمتي ابيض، رز مصري ابيض، رز مصري بالشعرية، كله هيمشي معاها وهيبقى حلو جدا. لو حطيتوا لها كريمة جوز الهند او لبن جوز الهند، حطوا لها بقى رز بسمتي ابيض، هيبقوا لايقين على بعض جدا. هل ينفع نحط لحمة؟ جدا، عندنا لحمة مسلوقة وعايزين نحطها جواها، جدا جدا مفيش اي مشكلة، بس انا قلت نعملها خفيفة ونعملها من غير لحوم، وتبقى يعني ايه فكرة كده لذيذة، بس ينفع جدا تحطوا لها لحمة مفيش مشكلة خالص.
كده احنا عملنا البامية اللي بالكاري. لسه عندنا وصفات النهاردة لذيذة جدا. عندنا غموس العدس بالحمص، واحنا من النوع اللي عايزين ندخل العدس والحمص والبقوليات في أكلنا كتير. عندنا كمان طاجن الفريك بالزيتون والفلفل الألوان. الفريك زي ما بقول لكم دايما مهضوم حقه، ما بنستخدموش غير في حاجات محددة جدا، لا لازم نستخدمه في حاجات تانية أكتر. وعندنا وصفة أنا بحبها جدا جدا جدا، ومش أول مرة الصراحة أعملها، بس بحب أعيدها من فترة للتانية أفكركم بيها، وهي اللسان عصفور بالعدس، لأنها وصفة هايلة هايلة هايلة. الوصفات النهاردة كلها بدون لحوم، وممكن جدا تدخلوا لها لحوم. مهم جدا ان احنا نقسم الشهر، ما يبقاش في لود لا على معدتنا ولا على جبنا، ولازم ان احنا ناخد سبحان الله من كل الخيرات اللي موجودة عشان كلها مفيدة. طبعا يعني دايما بحب أأكد ان احنا من اول يوم في البرنامج بنهتم بالنباتيين والحساسية المتعددة، حساسية الطعام المتعددة، وحبايبي المسيحيين الصايمين. فدي وصفات أرداحي مصري تمشي، لو بادجت كده خفيفة على الجيب تمشي، نباتي وحساسية تمشي. هنطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقية الوصفات، استنونا. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. البامية ما تفوتكوش يا جماعة، في حاجات كده انا دايما اقول لكم يعني ايه حلوة حلوة وتستاهل التجربة، دي وصفة منهم. في وصفات انا ببقى عارفة ان هي حلوة الناس والناس لا، وكل وصفات كده يعني، بس قصدي ببقى حاسة ساعات ان يعني صعب تقبلها، لكن دي وصفة لو جربتوها هتعتمدوها. هناخد بقى دلوقتي الوصفة بتاعة لسان العصفور بالعدس بجبة، او العدس بتاع الكشري، او العدس البني، او العدس الاسود، زي ما انتوا عايزين. عندنا انا بحط لسان عصفور اكتر من العدس، حاجة بسيطة يعني، لو استخدمت كوباية ونص من لسان عصفور بستخدم كوباية من العدس مثلا، لكن ينفع تبقى العدس اكتر او الاتنين قد بعض. العدس هنا يا جماعة انا بغسله، بنقعه، بعد كده بديله غلوة، يعني مش سلق لكن بديله غلوة، اوكي كده. بعد كده بقى نبتدي، عندنا ملح وفلفل وكمون، عندنا عصير طماطم، ثوم مفروم، طماطم مكعبات او مبشوره يعني حسب رغبتكم، وعندي كمان صلصه طماطم ورشه سكر. الوصفه دي للامانه يعني بتبقى حلوه جدا لما بتبقى مشطشطه، يعني لو عايزين تحطوا لها فلفل حامي او تحطوا لها شطه مجففه حقيقي بتبقى حلوه وهي مشطشطه، ماشي؟ عشان برضو ايه ما تقولوش ان انا خدعتكم. طيب، حله سخنه، معلقه زيت ذره، لسان العصفور هنا انا مش عايزاه غامق، يعني مش عايزاه بني، انا عايزاه ذهبي فاتح، ف هنزله هنا وهقف جنبه اهو. شوفوا يعني عايزاه اول حاجه يتغلف بالزيت، دي نقطه مهمه جدا. وهنا زيت ذرة مش زيت زيتون في الوصفة دي، ولا سمنة ولا زبدة، زيت ذرة. وعايزة هنا تشويحة، أولا الهدف منها تغليف لسان العصفور عشان ما ينزلش النشا بتاعه ويعجن لي الوصفة، تاني حاجة عايزة لون ذهبي فاتح عشان شكله وطعمه هيبقى لذ كتير لما ياخد اللون الذهبي ده. وهو بس بياخد اللون كده انا هقرب الحاجات اللي هستخدمها بعد كده علشان ما امشيش في وقت مش مناسب، يعني عشان مش عايزاه ياخد لون غامق. هقف هنا اهو، يا دوبك ذهبي فاتح هبتدي انزل بقيه الحاجات، بس لسه يعني لسه بدا اهو، بدا ياخد اللون اللي انا عايزاه اهو، ذهبي فاتح لذيذ كده. فكده اتغلف، النشا اتحبست، النكهه بقت ألذ كتير من وهو ني. في وصفات تانية احلى وهو ني، زي مثلا لو هعمله بدل الريزوتو بالكريمه
والجبنه، لكن في الوصفه دي عايزاه ذهبي فاتح. انزل الثوم، انزل الكمون، ونخلي بالنا ان الكمون من الحاجات اللي بتمرر بالذات لو نوعها حلو وطازه. انزل الطماطم مبشوره او مكعبات، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انزل الصلصة، معلقة السكر، ملح، فلفل اسود، فلفل كتير، بتحب الفلفل الكتير الوصفة دي، العدس، سلقاه سلقة سريعة. نقلب بقى، ندخل كل الحاجات في بعضها وننزل بقى بعصير الطماطم ونسيبها تستوي. وادعوا لي بقى. وصفه سهله وسريعه ولذيذه ومصريه واردحي ومغذيه جدا جدا جدا، واسهل واسرع من الكشري، بس لذيذه لذيذه لذيذه. انا محتاجه شويه ميه صغيرين قوي وبس. هتعملوها وهتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت لكم رشة شطة، مش شطة انه يطلع مشطشط، لكن رشة شطة خفيفة بتبقى لذيذة قوي مع الوصفة دي. فلو حابين انكم تضيفوا شطة ضيفوا شطة فريش، او يعني اللي هي فلفل حامي يعني طازة اخضر او احمر، او تقدروا تضيفوا شطة مجففة بتاعتنا المطحونة براحتكم، بس بتبقى حلوة مع الوصفة دي. انا محتاجة ادوق صراحة عشان اتأكد ان احنا ماشيين مظبوط. وريني كده، بسم الله. لا رائعة. معلقة اللي دوقنا بيها ما نرجعهاش تاني الحلة، بنغسلها، ورشة ملح ورشة فلفل لا يسكروا، يعني تظبيطة كده. يعني مش انا ما بحبش الحاجه الحراقه، بس مش عارفه ادوقه وهو مش حراق، لان انا متعوده اعمله حراق، بس طعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي قوي قوي. وصفه ارديحي مغذيه ولذيذه. ارديحي للناس اللي من بره مصر، يعني بدون لحوم، ما فيهاش لحوم. ارديحي يعني بدون لحوم. وطبعا احنا مطبخنا المصري مليان وصفات قرديحي على فكرة. طبعا لما يبقى عندنا حاجة كمية الصلصة فيها كتيرة قوي كده، لازم نوطي النار. واخدين بالكم ليه بقى؟ علشان هتلزق بسهولة من تحت. فانا وطيت النار اهو، ولازم ابص عليها كل شوية، واذا احتاجت مية بديها مية، ما احتاجتش مية خلاص، ولكن لازم ابص عليها كل شويه واقلبها، ولازم النار تكون هاديه من تحت علشان خاطر ما تتلسعش من تحت. كده احنا عملنا باميه بالكاري، وصفه مختلفه بس لذيذه. عملنا لسان عصفور بالعدس، العدس بجبه او العدس البني او العدس الاسود او عدس الكشري، زي ما انتوا عايزين سموه، زي ما انتوا عايزين. انا اديته غلوه قبل ما اشتغل، انتوا ممكن تنقعوه بس. وعلى فكره يا جماعه، النقع بميه سخنه يعني بعد ما تنقعوه ل 12 ساعه، تقوموا مفضيين الميه وجايبين عليه ميه مغليه لحد ما تحضروا حاجتكم، يعمل اكنه اتغلى غلوه على النار. لسان العصفور انا مستخدمه لسان العصفور الشائع عندنا في مصر، اللي هو اللي مش طويل قوي، وده انا افضله في الوصفه دي اكتر. وزي ما قلت لكم اللون، انا محتاجه لون ذهبي فاتح، يعني يا دوبك يتغلف بالزيت فما يبقاش معجن، ويا دوبك ياخد النكهه بتاعت التحميص الاولانيه دي من غير ما اوصل للنكهه الثانيه بتاعت اللون الاغمق. وقتكم ايه حبايبي؟
فبكده نبقى عملنا البامية بالكاري وعملنا لسان العصفور بالعدس. عندنا وصفتين لسه تانيين، عندنا طاجن الفريك بالزيتون والفلفل الألوان. الوصفة دي تقدروا تدخلوا لها لحوم عادي خالص، عندكم لحمة، عندكم عصاج، عندكم فراخ، عندكم سمك، هيبقى حلو جدا جدا معاها. عايزين تحتفظوا بيها زي ما هي كده نباتي، ماشي الحال، ما فيش أي مشكلة. غموس العدس بالحمص من الحاجات اللطيفة جدا جدا اللي ممكن تضيفوا لها شوية من اللحمة اللي هي راس العصفور الصغيرة المتشوحة بمعلقة زبدة وتحطوها عليه زي الحمص المطحون الشامي العادي، بس احنا مزودين له كمان العدس عشان القيمة الغذائية، وعلشان مش كل الناس بتقدر تاكل البقول في شكلها الطبيعي، فاحنا هنهرسها النهاردة مع بعض ونعملها غموس عشان يبقى الموضوع أسهل عليهم. اتفقنا ان اي حاجة فيها صلصة لابد اننا نوطي النار وعنينا تبقى عليها كل شوية عشان المفاجآت مش هتبقى لطيفة. شايفين بدأ اهو يستوي، بدأ السائل يتشرب منه، لذيذ جدا جدا، بس لسه فاضله حوالي 10 دقايق. في الوقت ده هنكون احنا طلعنا فاصل ونرجع نكمل بقية وصفاتنا ونسيبه هو نديله فرصته انه يكمل تسوية. فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا الباميه اللي بالكاري خطيره، عملنا لسان العصفور اللي بالعدس والطماطم مع الصلصه. عايزه اقول لكم حاجه في العدس ده، تقدروا انكم تاكلوه كده زي ما هو كده، يعني صوص كتير، يعني في صوص كتير، وتقدروا تسيبوه لحد ما ينشف خالص من الصوص بتاعه وتاكلوه. الاتنين بيبقوا حلوين جدا على فكره، يعني جدا، مش 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 نص نص، يعني الاتنين حلوين قوي، طبعا حسب ذوقكم انتوا. انا مثلا هقول لكم ذوقي، انا بحب في الشتاء اكله فيه صوص كتير كده، بحس ان هو بيدفي قوي، وفي الصيف احب اكله مفلفل مثلا، يعني فانتوا حرين. رائع، مظبوط قوي، محتاج نص كوبايه ميه ونسيبه يكمل تسويته، ولكن مظبوط ورائع كطعم قوي. طيب حلو جدا. طبعا لو انتوا عندكم حد ما بياكلش مثلا حار، تقدروا تحطوا يعني على طبقكم بس وتعملوه زي ما احنا عاملينه النهارده كده، مش حار، علشان نرضي جميع الاذواق، بس حلو قوي قوي قوي. شويه الميه دول هيكملوا تسويته، احنا طبعا نقلناه على نار اهدى وهنسيبه يكمل تسويته لحد اخر الحلقه. دلوقتي هنعمل مع بعض طاجن الفريك بالزيتون والفلفل الالوان. الطاجن ده تقدروا تحطوا له شوربه، تقدروا تحطوا له ميه، تقدروا تحطوا له طماطم، تقدروا تحطوا له كريمه، براحتكم. تقدروا تعملوه ارداحي بدون لحوم، تقدروا تحطوا له لحوم، تقدروا تسووه على النار زي ما احنا بنسوي لسان العصفور والعدس كده، وتقدروا تدخلوه الفرن تكملوا تسويته في الفرن، كله هيطلع حلو وكله هيطلع لذيذ. عشان نعمل طاجن الفريك بالزيتون والفلفل الالوان محتاجين فريك اتغسل، اتنقع واتصفى، ولما نقعناه نقعناه في ميه سخنه. ده بالنسبه لكم انتوا في البيت، بالنسبه لي انا هنا اخدته نص سلقه. بصل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل وفلفل حار وفلفل الوان احمر واصفر واخضر رومي مفرومين، زيتون اسود حلقات، مرقه لحمه او خضار او فراخ براحتكم، صلصه وبقدونس مفروم. بما اني لقيت فلفل حار هنا، فانا يعني ضميري مش سامح لي ان انا ما احطش حبه هنا، لان حاسه طعمه مختلف عن الطعم اللي انا متعوده عليه. وزي ما شفتوا كده انا حاطه يا دوبك، مش يبقى حراق ولكن يبقى فيه كده حاجه بسيطه كده من الحار. يعني تعالوا بقى نروح للفريك والواك اللي سخناها، نحط فيها معلقه زيت، اللي عايز يحط زبده او سمنه يحط، احنا هنحط زيت ذره. بصل، ملح وفلفل، بصل،
ملح، فلفل اسود. انا مكتفية بيهم، لكن اكيد ممكن تحطوا اي توابل انتوا بتحبوها، حبهان، مستكة، لورا، جوزة الطيب، قرفة، سبع بهارات، بهارات لحمة، بهارات فراخ، كله هيبقى حلو. كمون وكزبرة ناشفة، يدوبك كده يعني يطرى. هنزل عليه شوية فلفل حار بساط. انا شخصيا مش بحب الحاجة الحارة زيادة عن اللزوم، بس انتوا حرين طبعا. ثوم مفروم، كل حاجة تاخد وقتها في التشويح وتختلط مع بقية الحاجات وتنزل طعمها كده وتتوزع على بقية المكونات مظبوط. ننزل باللي بعده، فلفل رومي الوان، ما عندناش الوان، عندنا اخضر بس، ماشي الحال، ما فيش اي مشكلة خالص. هنعمل بفلفل حامي بس، ماشي برضو، مش هنحط فلفل حامي خالص. اوكي، يبقى زيت، ملح وفلفل وبصل، ثوم مفروم، فلفل حار، فلفل الوان. بعدين شوية بقدونس صغيرين، صلصة قليلة جدا، ممكن تزودوها انتوا، بس انا مش عايزاها تبقى فيها صلصة كتير، اللي حابب يزود يزود. ونفس التقليبة كده اهي، زي ما اتفقنا، كل حاجة تتوزع وتاخد وقتها على النار اهو، من غير ما موت المكونات. زي ما انتوا شايفين الالوان واضحة برضو لسه. بعدين هنزل بالفريك. بذكركم دايما ان انا بسلق الفريك في البرنامج عشان الوقت انتوا في البيت هتنقعوه، بس مش محتاجين ان انتوا تسلقوه. واقلب اقلب اقلب لحد برضو ما اتاكد انه كله توزع مظبوط. بالنظر كده انا محتاجه ملح وفلفل. لو هتستخدموا شوربه تخلوا بالكم، دايما بنسيب حته كده في الاخر نظبطها بعد ما نضيف الشوربه عشان نظبط على ملح الشوربه نفسه. برضو نقلب كويس. برضو تخلوا بالكم ان احنا حاطين زيتون، فما نزودش الايه كميه الملح قوي. نضيف شويه زيتون، مش كتير يعني. وبعدين ننزل بقى بالسائل اللي عندنا، ميه، شوربه، عصير طماطم، كريمه، اللي انتوا عايزينه حطوه. ونقلب وندوق كالمعتاد عشان نظبط لو في حاجه محتاجه تتظبط. اللي بياكل جبنه وعايز يحط جبنه مبشوره هنا في الاخر في التسويه، لطيف جدا، ما فيش اي مشكله. اللي عايز يضيف لحوم قوي قوي. نتذوق اولا. مش محتاجه حاجه خالص، مظبوطه قوي. حتى الفلفل الحار اللي فيها مظبوط جدا، التسكيره بتاعت الفلفل الالوان خطيره. ايه الاخبار هنا؟ هنا برضو شغال كويس قوي قوي، الريحه خطيره. وبرضو مش هستعجل عليه الصراحه، هسيبه ياخد تسويته براحته، بس ريحته حلوه قوي. واحنا ظابطين، احنا دقنا هنا فظابطين النكهه مظبوط. وقتكم ايه حبايبي؟ خلينا نعلي بس هنا عشان ناخد كده ايه غلوتين. هنا مش هياخد وقت طويل قوي، لان انا زي ما قلت لكم انا سلقه الفريك من قبل. طيب بدل الفريك اقدر استخدم ايه يا اميره؟ اقدر استخدم برغل خشن، اقدر استخدم رز، مكرونه، لسان عصفور، شعريه، قمح، كل دول هيمشوا في الوصفه دي وهتبقى حلوه جدا جدا جدا.
كده تمام قوي، وزي ما قلت لكم هنا مش هياخد وقت معايا لاني انا سالقه الفريك من قبل، بس انا عليت النار دلوقتي علشان ايه ياخد غلوتين كده سرعة. مهم انه ياخد الغلوتين دول حتى لو انا مسميه الفريك من قبل، لانه الاطعم كلها محتاجه تتجانس مع بعضها وتاخد وتدي مع بعضها. ممكن جدا جدا اذا حبيتوا انكم تقوموا مزودين الميه عن كده او الشوربه عن كده وتقلب دي شوربه، تبقى شوربه ما تبقاش طاجن، ليه لا، هتبقى حلوه جدا برضو. زي ما قلت لكم عايزين تكملوا تسويتها على النار ممكن، عايزين بقى تنقلوها في الطاجن وتدخلوها الفرن ممكن، زي ما انتوا عايزين الاسهل لكم. بسم الله. الفرن عندنا شغال من فوق ومن تحت، الرف في النص، درجة الحرارة 180. هنزقها يعني ايه تشكشك مع بعض شوية كده، لكن هي مستوية عشان نبقى واضحين، لان انا مش عايزة كمان الفلفل والخضروات بتاعتي تدبل قوي او تموت قوي، انا مش حابة النتيجة دي، فهسيبها كده ايه تشكشك مع بعض شوية في الفرن وبعدين نطلعها. هطمن برضو على لسان العصفور بالعدس قبل ما نطلع الفاصل علشان اشوف اذا كنت هغرفه ولا اذا كان لسه قدامه شوية، ده مش هقدر اعرفه بالنظر، لازم ادوق. رائع رائع يا جماعة، تسويته مظبوطة جدا، العدس فيه مضغة بسيطة، اللسان العصفور برضو فيه مضغة بسيطة، مش مية كده ومهريين مع بعض، لذيذ جدا جدا جدا. هنطلع فاصل هغرفه وادخل بقية الوصفات ونرجع لكم تاني، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. شوفوا انا ده سبته عليت بقى عليه شوية وقلت اسيبه ياخد غلوتين كده هوت على النار لحد ما نرجع من الفاصل عشان ما اكونش برضو استعجلت عليه، لان الصراحة انا بحب الحاجة مش مستوية قوي فمش عايزة اعذب الناس معايا، فقلت خليه برضو ياخد غلوتين تانيين علشان محدش يتضايق. بعد كده هنبتدي في الغموس. عشان نعمل الغموس عندنا حمص مسلوق وعدس مسلوق متفقين لكل البقوليات، بنغسلها كويس جدا، بننقعها 12 ساعة، بنتخلص من مية النقع، بنرفعها على النار بمية فقط لا غير، نسلقها لحد ما تستوي. تمام خلاص، فعملنا ده في العدس والحمص. عايزين تحطوا عدس اللي هو التاني، العدس البرتقاني بدل العدس بجبة، مفيش مشكلة. بعد كده بقية المكونات هتكون عبارة عن طحينة، ليمون، ثوم، ملح وفلفل وكمون، زيت زيتون وشطة، بابريكا، بقدونس مفروم، وسمسم محمص، ده للتقديم، وهحط منهم جوه شوية بسيطة. بعد كده عندي عيش شامي، عيش شامي محمص، تمام، حمصناه في الفرن بدون اي اضافات. عايزين تحطوا له زيت زيتون وملح وفلفل ماشي، عايزين تضيفوا له ثوم بودره وزعتر ماشي، عايزين تحطوا عيش بلدي، توست، زي ما انتوا عايزين. في ناس بتحب تغمس بالعيش السوري او العيش الصاج مش محمص طري برضو ماشي. ما فيش اي ترتيب خالص، هحط كل الحاجات في الكبه. زيت، خلي الزيت للاخر الصراحه، خلي الزيت للاخر احسن، ننزله سرسوب كده عشان يدينا قوام ولمعه احلى، لكن كل دول على بعض بدون ترتيب. ادي الحمص، طبعا لو ضربتوهم والحمص والعدس لسه سخنين بيسهل عليكم الضرب كتير قوي، بينعموا اسرع. المهم حمص وعدس مسلوقين، شويه سمسم قد معلقه كبيره، وده سمسم محمص، معلقة صغيرة مليانة ثوم مفروم، عصير ليمونتين كبار، معلقة كبيرة طحينة خام، شوية بقدونس قد معلقة كبيرة، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة شطة اختياري، معلقة صغيرة كمون،
اشغل الكبه بتاعتي. بسم الله. انزل الزيت معلقتين كبار، واحد اتنين. شكرا. بس كده؟ اه بس كده. موضوع سهل جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه. هجيب بس الطبق اللي هغرف فيه الغموس، وانا حاطه جنبه العيش الشامي اللي احنا قطعناه مثلثات ودخلناه الفرن او الاير فراير اي حاجه، بدون اي اضافات خالص خالص خالص. طبق شكله لذيذ كده، او علبه محكمه الغلق لو هتشيلوه في التلاجة، على ساندوتش، على توست، جوه عيش صاج ومعاه طماطم ومعاه نعناع فريش اخضر، بيبقى حلو جدا جدا. لو عايزين تنعموه عن كده كمان نعموه عن كده، مفيش اي مشكله. ولو انتوا عايزين تنعموه اكتر من كده يبقى الافضل انكم تضربوه وهو سخن عشان يديكوا القوام الناعم قوي اللي انتوا عايزينه. بس انا انتوا طبعا عارفين بحب يعني يكون في قوام كده لذيذ لذيذ قوي. شويه بقدونس، شويه سمسم، رشه بابريكا، رشه شطه، درزل زيت زيتون بسيط قوي قوي على الوش، بس مش محتاج حاجه تاني. الطبق اللي هنغرف فيه لسان العصفور والعدس، نطفي بقى النار. ونبتدي نغرف هنا تقليبه قبل ما نغرف عشان كله 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 يختلط ببعضه كده ويبقى متماسك في الطعم. وبعدين نغرف. شايفين الجمال يا جماعه؟ رائع، هيعجبكم قوي قوي قوي. للي لسه ما جربوش لازم يجربوا، يعني مش هتندموا وهتثبتوه عندكم، لانه وصفه لذيذه قوي صراحه. ورديحي وسهله وسريعه ومغذيه جدا، وزي ما بنقول بالمصري كده حرشه. هحط لها في النص شوية بقدونس من هنا بس كده وبس خلاص. نودي بقى هناك الغموس. لسه عندنا الطاجن في الفرن، يبقى كده هنا الغموس حمص مع عدس معاهم العيش المحمص. وفي أول وصفة عملناها مع بعض خالص كانت البامية مع الصوص الكاري، لذيذة ومختلفة. لسان العصفور بالعدس بجبة مع الصلصة والطماطم الفريش مع نقطة من الشطة. وكمان عملنا طاجن، يا نهار أبيض على الريحة، طاجن الفريك مع الخضار. الريحة هنا يا جماعة غير عادية حقيقي، حلوة حلاوة فظيعة. يبقى طاجن الفريك مع الخضار، بسم الله، سخن كده وبيبقبق كده، نحطه هنا. يعني بتهيالي سفرة يعني رائعة من الوصفات الأرديحي، كلها بدون لحوم، كلها مغذية جدا جدا جدا، متنوعة لطيفة. اقدر اعمل عزومة كاملة بدون اي لحوم، سواء كانت الناس صايمة، سواء كانت الناس نباتية، سواء كان مش عايزة اكلف لحوم او ما عنديش لحوم في البيت. عملنا مع بعض بامية بالكاري، عملنا مع بعض اللسان العصفور بالعدس،
عملنا طاجن الفريك بالخضروات وعملنا غموس الحمص بالعدس بجبه. بتمنى ان الوصفات تكون عجبتكم، بتمنى انكم تجربوها وتبعتوا لنا تقولوا لنا ايه الاخبار، واكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفره.